فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لنصغي في ذلك الزمان فيما يسوع مجتاز في أريحا، إذا برجل اسمه زكا كان رئيسا على العشارين، وكان غنيا وكان يلتمس أن يرى يسوع من هو، فلم يكن يستطيع من الجمع لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد إلى جميزة لينظره لأنه كان مزمعا أن يجتاز بها. فلما انتهى يسوع إلى الموضع رفع طرفه فرآه فقال له: يا زكا أسرع انزل، فاليوم ينبغي لي أن أمكث في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليحل عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال ليسوع: ها أنا ذا يا رب، أعطي المساكين نصف أموالي، وإن كنت قد غبنت أحدا في شيء أرد أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم قد حصل الخلاص لهذا البيت، لأنه هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن البشر إنما أتى ليطلب ويخلص ما قد هلاك. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. أخوتي الأحبة، طريق الخلاص موجودة، والكتاب المقدس بخبرنا عنها منذ القديم، ويسوع فرجينا إياها بوضوح، واللي بريد يمشي فيها بيقرأ الكتاب المقدس وبيتبع يسوع وبيمشي. السؤال هو شو مصير يلي ما بيمشوا بهالطريق؟ الجواب: ما بيخصك. اليوم كتير المسيحيين الملتزمين المتدينين شغلتلن راسن هالفكرة، وكتير عم بسمع تداول بالاجتماعات وبالمجالس كنوع من تعصب وفريسية جديدة، انه اذا انا بجي على القداس على طول، واذا انا بصلي، واذا انا ملتزم بنشاط كنسي معين، وانا عندي وعي، فكأني بدي احكم على الاخرين انه معترين واكيد ما رايحين على السماء. الانجيل بيقول لك ما بيخصك. شو يعني ما بيخصك؟ اهتم بخلاصك انت، وما تشتغل شغلك وشغل ربنا. الدينونة هي لله، الله هو الذي يحكم. انت ما فيك تعرف مين من الناس اللي كانوا موجودين وقت اللي انصلب المسيح كان متوقع انه احد اللصين المعلقين مع يسوع رح يروح على الفردوس. مين كان بيعرف؟ حتى نحن ما كنا عرفنا، لو ما ثابت انه في ناس سمعوا ودونوا لنا بالانجيل، وانه هذا الزلم تاب باخر لحظة، ويسوع قال له: اليوم تكونوا معي في الفردوس. شو خصني انا؟ انا وياكم شو خصنا؟ هل نحن ملوك السماء؟ هنالك مملكة واحدة وملك واحد، مباركة مملكة الآب
والابن والروح القدس. الثالوث القدوس هو الملك، وهو حر في مملكته. هذا إذا ما قلنا أنه نحن ما بنعرف، هو اللي بيعرف، هو كلي المعرفة، نحن لا نعرف شيئا. يعرف القلوب. يا رب خلص نفسي، يا رب بالجهد، الواحد منا بالجهد ما بيعرف إذا الآخر لحظة راح يضل ثابت على الإيمان، وراح يضل ثابت على وصايا الإنجيل، ولازم نضل دائما نتوب دائما. وخلص بتمد معي 50 سنة، لا، بدي ضل منتبه، لأن الدنيا مليئة بفخاخ الشرير. كيف ما تلفتنا، كيف ما رحنا، كيف ما جينا، في مجال نغلط. مشان هيك سلاحنا هو التوبة، الدموع، العودة يوميا إلى يسوع. دخيلك يا رب، يا رب ارحمني. كلمة يا رب ارحم أحلى صلاة أحبائي، وأهم صلاة، لأننا بحاجة للرحمة. أما الآخر فلا علاقة لي أنا إن كان سيخلص أم لا. بلى، في لي علاقة واحدة فيه، إني أنا حبه وصلي له. أما أني أنا بلحظة معينة فكر إنه هذا الآخر لأنه عامل كذا وعامل كذا أكيد بدي يروح على جهنم، هي خطيئة مميتة، لأنني دنت الآخرين وحكمت عليهم ووضعت نفسي مكان الله. هذه خطية الخطايا، وهي تدمرك أكثر من الزنا نفسه. مشان هيك المسيح قال لهم للفريسيين يلي نحن صرنا محلهم هلأ، إذا كنا ديانين، الزواني والعشارون، هودي أكثر فئتين منبوذين بالمجتمع معتبرين خطأ، الزواني والعشارون سوف يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. أحبائي كلام بخوف. هيدي خطية من الخطايا، يعني الإدانة يلي منوقع فيها بسهولة بدون ما نحس، ولا ضميرنا بينهز، خطرة. يمكن الخطايا الأخرى وخصوصي الجسدية بتزعلنا وبتنبهنا لأن منحس فيها، هاي ما منحس، هيدي سم إذا بدكن، صنارة للشيطان موجودة داخلنا ومنوقع فيها. تجي بعد منها النميمة، اللتلتة، الحكي على الآخرين وما أكثره، وبيكون ضميرنا مرتاح ورحنا على القداس وتناولنا ونقرأ بالإنجيل ونعمل أعمال رحمة وكل شيء، ولكن ويل لنا. مشان هيك المسيح نبهنا وعلمنا نكون كاملين بأي معنى، طبعا الكمال لله وحده، ما ننفذ وصية ونترك وصية، ما نريح ضميرنا. أنا عم بعمل فرضي اليومي، عم صلي صبح وظهر وعشية وعم صوم وعم بعمل أعمال رحمة وكذا، إيه ما بعد أش ما عم بعمل، بصير برضي حالي وسكت ضميري إني عملت هودي المناح، بذات الوقت ما بنتبه إني أنا عندي نميمة وعم بخرب بيوت بكثرة اللتلتة والحكي والسرسرة ونقل الحكي، وعم بدين إن كان علناً أو حتى بفكري بيني وبين حالي عم دين الآخرين وعم بحكم عليهم إنه هني مسيحيين أقل درجة مني. يعني يا محلى الفريسيين، لقد وقعنا في الفريسية الجديدة وهي أخطر من القديمة. وكتير في اليوم عنا نزعة تعصب موجودة، ما عم بقول عند الكل ولكن موجودة، وخصوصي بين شبيبتنا يلي منفرح كتير إنه هني مقبلين على الكنيسة، كتير مبسوطين، نشكر الله في دم جديد عم يجي على الكنيسة بسائر الرعاية، هالشي بيفرح. وأنه بليز تعلموا كونوا أرثوذكس وكونوا فخورين بأرثوذكسيتكم، بس مش ديانين للآخرين، مش إذا أنا أرثوذكسي يعني سائر الطوائف رايحين على جهنم كلهم سوا. طول بالك، طول بالك، في الله بالسماء، أنت مجرد إنسان صغير. شو يعني إنه على السماء، على باب السماء بده يكون في ملاك واقف يشوف هويتي إذا مكتوب روم أرثوذكس؟ أبدا. يمكن آكل قتل زيادة لأني روم أرثوذكس وما كنت عادة حامل الجوهرة، ومن يأمين؟ لا لا، انتبه، ليست أرثوذكسيتك مفخرة لك وتباهيا على الآخرين، بل هي توبة ودموع. بتكون أرثوذكسي إذا بتعرف تكون مثل المسيح أكثر من غيرك، قريب من المسيح، فاهم فكر المسيح أكثر من غيرك، هيك بتكون أرثوذكسي. يعني بتضحي أكثر، بتحب أكثر، بتسامح أكثر، تنكر نفسك أكثر، بتبكي أكثر، تعمل كل شيء منيح، وكل يوم بتبكت نفسك على خطيه، وكل يوم بتقول يا رب
ما بعرف إذا بستاهل كون معك يا رب. قبل كل منيول لازم حس هيك، ما بعرف يا رب، بس أنا متكل على رحمتك، ماني متكل على بري أنا، لا ماني منيح، عم جرب كون منيح. دخيلك يا يسوع، متكل على رحمتك، إذا بتشغل بس عدالتك أنا بروح جهنم. من ينشغل على الدوام بالتفكير بخطاياه لا يجد وقتا للتفكير بخطايا الآخرين، والعكس صحيح. معادلة بسيطة، بس عقلك يشت على إدانة الآخرين دغري كوع الحل والدواء هو قول ستوب، خليني خلص أول شيء من جردة خطايا، يعني بس خلص ببقى أفكر بخطايا غيري، ما حتلاقي وقت. عندك ضعفات كتير، كل واحد منا عنده، ولكن نحن لا نيأس، نعرف أن الله أحبنا لأننا خطأ، وقال لزكا أو بالأحرى عن زكا اليوم قد حصل الخلاص لهذا البيت، مثل ما قال عن اللص، ما هيك؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس، وقال له زكا اللي كل الناس عم يحكوا عليه، عم يحكوا على المسيح، عم يدينوا للمسيح، يعني بشو عليه؟ عامل حاله معلم ناموس وبيفهم، جاي يتدنس مع رجل خاطئ، يتعشى عند واحد خاطئ، فهمن كلن يسوع، لا تدينوا حدا، انتوا اللي مفكرين حالكم منيح، هذا اللي كل عمره كان يخبص هلا تاب وعبر عن توبته، وانا قبلت له توبته، اليوم قد حصل الخلاص لهذا البيت. انتوا مفكرين حالكم اولاد ابراهيم، يعني اولاد الايمان الحقيقي، لان هذا ايضا هو ابن ابراهيم، مش الفريسيين وحده اولاد ابراهيم، مش انا وياكم وحده الكبير، وحده اللي بلا خطيئة، كلنا منغلط، حتى الزانية التي ضبطت بذات الفعل لم يسمح المسيح أن يرجموها، قال لهم من منكم بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر، كل واحد كب الحجر تبعه وراح. خلينا نكب حجارتنا نحن، حجارة اللسان، نكبها وندير ظهرنا بتواضع وبخشوع وبتوبة، ونصرخ ارحمني يا رب لأنني بدون رحمتك أنا هالك. آمين.